خلال انعقاد ندوة صحفية بالرباط لتقديم الدورة 17 للمعرض الدولي للبناء من تنظيم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، تم الإعلان أن هذا المعرض سيندرج خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 25 نوفمبر 2018 بالدار البيضاء تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك تحت شعار معا نبني من أجل تعايش أفضل. وتهدف الدورة 17 للمعرض الدولي للبناء إلى تحسين جودة السكن الاجتماعي وتشجيع استخدام عمليات ومواد البناء المبتكرة وتعميم الممارسات الجيدة في مجال البناء وتحسين القدرة التنافسية. حقيقة تظاهرة مهمة بالنسبة للقطاع، كان عدد كبير من الشركات والمؤسسات في مجال البناء اللي غتكون حاضرة وغادي يعرضوا المنتوجات ديالهم، مؤسسات وشركات وطنية وكذلك دولية. وتعرفوا بأن في المجال ديال البناء كان مستجدات من ناحية التقنية ومن ناحية التكنولوجيا، ومن الضروري أن المغرب يواكب هذه التحولات والتغيرات خصوصا فيما يخص القضايا التي تتعلق بالاستدامة. دورة هذه السنة من المعرض ستعرف استضافة دولة الكوت ديفوار كضيف شرف، مما يعكس الاهتمام الذي يوليه المغرب لتقوية وتعزيز العلاقات في إطار التعاون جنوب جنوب ولا سيما في ميدان البناء.